مرحبا بكم الناس الكل من قاعه الشيحيه في سفياقس على اللايف ستريمينغ الجامعه التونسيه لكره اليد ربع نهائي الكاس تونس وين النادي الافريقي ينزل ضيف على الجمعيه الرياضيه النسائيه بسفياقس كما قلنا لكم من قاعه الشيحيه. المقابله نورمالمون تبدا الستة نتاع العشيه دونك كيكز انستون باش يبدا الماتش. كما قلنا لكم مرحبا بالناس الكل على الباج اوفيسيال الجامعه التونسيه لكره اليد في اللايف ستريمينغ هذايا. ان شاء الله تعديو معنا شويه مزيانه، ان شاء الله يكون ماتش باهي ما بين لي دوز ايكيب، النادي الافريقي اللي ينزل ضيف كما قلنا على الجمعيه الرياضيه النسائيه بسفياقس. نعطيكم لي ديتاي نتاع المقابله الكل، لي فورماسيون، الطاقم الاداري والفني. نبداو بالضيف اللي هو الجمعيه الرياضيه النسائيه بسفياقس، بلوتو النادي الافريقي عفوا اللي هو ينزل ضيف اليوم على سفياقس في سالة الشيحية. نبداو كابيتان ديكيب فادي العمراني 16، فاطمة البوري 7، روعة المجري 18، أمل الحمروني 10، 5 آية بن عبد الله 19، سحر حقي 17، هبة شتالي 77، روان الرويمي 6، نادين الحرابي 4، سيرين بن هلال 9، آمنة ترخاني 25، فاطمة عمار 3، أنوار الورتاني 14، فريال النفزي 1، آية الخضراوي و20، درة شندرلي يدرب النادي الإفريقي عبد المجيد قدور. نتعداو للافكتيف نتاع الجمعيه الرياضيه النسائيه بسفياقس اليوم وين نلقاو الكابيتان ديكيب وفاء الكافي 13، 20 وفاء شريف، 3 اي بوغريو، 17 هلال البقلوطي، 37 غاده جلاسي، 90 امي مقدوره، 5 خلود بوحسيده، 2 غاده ترابلسي، 11 امنه دربال، 18 اميمه بلفي، 27 اي الزايري، 77 انس يعقوب، 10 مريم الغيداوي، 8 اماني الهيشري، 62 امل شبشو. بيدرب الجمعيه الرياضيه النسائيه بسفياقس حمدي فريخه ويساعدوا مرشد مرابط. هكا عندكم لي ديتاي تكنيك نتاع المقابله هذيا لي دوز ايكيب ولي دوز افكتيف. بيان سور قاعدين تشوفوا معنا اللي فما القرعه اللي قاعده تصير توا ما بين لي دوز ايكيب على شكون باش يبدا، ونعطيكم بيان سور التشكيله اللي باش تبدا المقابله كل سوا من الجمعيه الرياضيه النسائيه بسفياقس ولا من النادي الافريقي. لي سي 30 نكملوا مع الطاقم التحكيم نتاع الطرح هذايا اليوم. نلقاو محمد الحفودي وعز الدين رمضاني في التابل، نلقاو محمد عانيس دمق واسكندر الفوراتي. هكا عندكم لي ديتاي الكل كما قلنا الكادر نتاع المقابله هذه ربع نهائي كاس تونس موسم 2019-2020. معايا رياضيه نسائيه بسفياقس تستقبل النادي الافريقي اليوم. تو نعطيكم بالطبيعه البروجرام نتاع المقابلات بويسكو الماتش مازال ما بداش. نبداو في قفص الاولمبي القفصي يستقبل الجمعيه النسائيه بمدنين، لما الرياضي برجيش نورمالمون يستقبل الجمعيه النسائيه بصياده لكن انسحاب جمعيه نسائيه بصياده دونك الماتش مش يتلعب، ولما الرياضي برجيش يلقى روحه في الدومي فينال. المقابله اللي قدامنا تو جمعيه نسائيه بسفياقس قدام النادي الافريقي، والمنزه الرياضي يستقبل الجمعيه النسائيه بالمهديه. الماتشات الكل تبدا 6 نتاع العشيه بيان سور. نكملوا نعطيكم بويسكو احنا على معناتها في الانفيرونمون نتاع الهوند العشويه هذه. نكملوا لكم مع السينيور غارسون وين باش نلقاو 6 نتاع العشيه في قاعه الزواوي. الترجي الرياضي التونسي يستقبل النصر الرياضي بتبولبه، جمعيه الحمامات تستقبل نادي كره اليد بقصور السيف، في سوسه النجم الرياضي الساحلي في القمه تستقبل النادي الافريقي، وفي ساقيه الزيت النادي الرياضي بساقيه الزيت يستقبل البعث الرياضي بني خيار. هذوما زاد كيف كيف سي لو ميم كونتكست اللي هو مقابلات دور ربع نهائي كاس تونس اكبر للموسم هذا. نكملوا لكم مع التعيينات نتاع مقابلات الصغريات لي كادات اللي باش يلعبوا غدوه كيف كيف 18 باش نلقاو المنزه الرياضي يستقبل الجمعيه النسائيه بمدنين، النادي الافريقي باش يستقبل برتقال منزل بوزالفا، مقرين الرياضيه كره اليد النسائيه تستقبل حمام لنف، والجمعيه النسائيه بالمهديه باش تستقبل الجمعيه النسائيه منزل تميم. كيف كيف الماتشات هذوما غدوه 6 نتاع العشيه باش يتلعبوا. هكا عندكم البلانينغ نتاع المقابلات الكل سواء اكابر كبريات ولا لي كادات اللي باش يلعبوا غدوه. الماتش نتاعنا باش يبدا دونك كيكوز انستون، مازال 5 دقائق وتبدا المقابله. خليكم معنا ان شاء الله تتمتعوا بمردود كبير النادي الافريقي والجمعيه الرياضيه النسائيه بصفاقس اللي سي ان كلاسيك ولا في الهاندبول في ميناء الاعوام الاخرى دونك سي سور باش تتمتعوا بمردود باهي. خليكم معنا كما كنا على الاستريمين الجامعه التونسيه لكره اليد.
بالنسبة للنادي الافريقي باش يبدا بفادي العمراني في الكاج، معها روعة الماجري، أي بن عبد الله، مال حمروني، سحر حقي، فاطمة البوري وسيرين بن هلال، فورماسيون تيب نتاع عبد المجيد قدور. بالنسبة للنادي صفاق الجماعة النسائية لصفاقس نستناو جوست يهبطوا لي جوز على الباركي باش نشوفوا بشكون باش يبدا. حمدي فريخة الدور اللي قاعد نشوف في نشوفه في الكاج، فما أمي مقدورة تبدأ معها، أنس يعقوب، وفاء كيفي، آمنة دربال، آية الزيري، أميمة بالبي، هذوما اللي باش يبداو كوتي الجمعية الرياضية النسائية بصفاقس، ومعهم آية بغري. ودونك نعاودوكم بالنسبة للجمعية الرياضية النسائية بصفاقس باش تبدأ بأميمة قدورة، آية بغري، وفاء كيفي، آية الزيري، أنس يعقوب، وثمنتاش أميمة بالبي، وبيان سور ما ننساوش أمنة دربال. دونك هكا عندكم لي فورماسيون تاع لي دو زيكيب اللي باش يبداو المقابلة هذيا. كما قلنا الديو داربيتراج اليوم فيه محمد الحفودي وعز الدين رمضاني. الأمور التنظيمية ماشية 5 سور 5 في قاعة الشيحية، وتبدأ المقابلة بالبوسيسيون الأولانية عند الجمعية الرياضية النسائية بصفاقس. كما قلنا الأمور التنظيمية ماشية مريقلة، الأبليكاسيون تاع الكود سانيتير ماشية زادة معناتها كما متفاهمين عليه الناس الكل. تبدا المقابله كما قلنا بوسيسيون عند الجمعيه الرياضيه النسائيه بصفاقس. انس يعقوب تخرج من ستيفو وباهي الكونتر من روعه المجري، روعه المجري كونتر اتاك فاطمه البوري، واول هدف في المقابله للنادي الافريقي كانت تير من امنه دربيل كونتري من فاطمه من روعه المجري على الدايره، كانت ضربه بريسك ما بين 9 متر و 7 متر. امنا دربيل كونتري من روعه المجري، كونتر اتاك رابيد من فاطمه البوري، يظلي الكونيكسيون في النادي الافريقي اللي يتبعوا في الهوندبال فيمينا. فاطمه البوري ديما تخرج هي في الكونتر اتاك رابيد، وعلى امل الحمروني، وسجلت الهدف الاولاني. ممتازه الباس من وفين كيفي، انس يعقوب على الدايره ما خذتش كوره لكن تربح 9 متر، 9 متر سيفلي من محمد الحفودي. لهنا نشوفوا الديليغي يوقف المقابله، نشوفوا شنو باش يقروا. هذولي فما مشكله اونيفو دو تابلو، نستناو حتى تتصلح. كما قلنا 1-0 للنادي الافريقي بعد دقيقه و12 ثانيه، دقيقة 12 ثانية، واحد بلاش للنادي الافريقي. ماتش باش يكون ديسبوتي من الشركين، فري ماتش دو كوب اللي باش يربح باش يتعدى للدور النصف نهائي. كما قلنا الدور هذايا فما جمعية ترشحت ديجا اللي هي الأمل الرياضي برجيش بعد انسحاب صيادة. نشوفوا شكون الثلاثة جمعيات اللي باش يخلطوا عليها توصل الكرة لليل. باهي ياسر وفوت، فوت من سيرين بن هلال، فوت من سيرين بن هلال على أميمة بالبي من الليل، وكارتون جون لسيرين بن هلال. أميمة بالبي كانت وصلت لها الكرة على الليل، وفي كيفي تحاول توصل أنس يعقوب على الدايرة، انترسبسيون فوت من روعة الماجري، تطلع وفي كيفي وباهية من فادي العمراني. أول تصدي في الماتش من فادي العمراني قدام وفي كيفي، وترجع البوسيسيون للنادي الإفريقي في أتاك حقي، توصل فاطمة البوري على الليل، سيرين بن هلال، سحر حقي دور كرة مريح توصل لي بن عبد الله في ال المقابل والبره من ايه بن عبد الله. باهي أميمة الدورة سكرت الكوان وسكرت الاسباس على ايه بن عبد الله في الليل، ضيع الكرة وترجع بوسيسيون للجمعية الرياضية النسائية بصفاقس. ترجع الكرة دور مليح ديفونس من النادي الافريقي 6-0 6-0 من النادي الافريقي. لهنا أنس يعقوب، ممتازة أنس يعقوب، باهي أنس يعقوب تاخذ الكرة المرة الثالثة. لهنا فما انسيستونس من الجمعية الرياضية النسائية بصفاقس، وتجاوب مال الحمروني، تجاوب مال الحمروني بالوقت في اون اكسيون انديفيدويل، فما مونك دو كونسونتراسيون في ديفونس تاع صفاقس، استغلوا مال الحمروني باش تعطي 2-1 للنادي الافريقي. قلنا فما انسيستونس ما بين
لي جواز نتاع صفاقس اللي يلعبوا لبرا، والبيفو أنس يعقوب في كل مره توصل لها الكره ثلاث مرات، مرتين ربحت الفوز، والمره الثالثه تسجل لهنا ورقه صفراء كارتون جون. ايه بن عبد الله وفي الكافي ديفونس قويه، فما فري باتايل هنا مره اخرى تحاول توصل الكره ايه زايره تحاول توصل الكره الأنس يعقوب ما وصلتش، وترجع بوسيسيون بفوت للجماهير الانسيه بصفاقس. كما قلنا لهنا يلانسيست حمدي فريقة باش يتعدى بالوسط نتاع الديفونس نتاع الكلوب افريكان اللي موجود فيه فاطمه البوري روعة المجري. أنس يعقوب الناس الكل معناتها اللي يتبعوا في الهوم يعرفوها، معناتها الجواز قوية على الدايرة وتخلق أي ديفونس، هذاك عليه الشوفور اللي حمدي فريقة يلانسيست باش يتعدى من غادي، لكن ما وصلتش من فاطمة البوري. نادي الفريق قاعد يلعب رفيق في الأتاك، ماهوش يخلي في الجماهير هذه النساء بصفاقس تاخذ في الريبير نتاعها وتعمل بلاسمون، يلعبوا في الترانزيسيون رابيد كما شفنا قبيل. امل الحمروني في اكسيون انديفيدويل من السونتر تسجل البونتو، توا فاطمه البوري تعمل اللود على اميمه قدوره وتعطي 3-1 للنادي الافريقي بعد 4 دقائق و10 سكوندات. كره دور مليح كما قلنا تطلع تضرب، وفادي العمراني فادي العمراني دوزيام اري قدام فريال دربال. فادي العمراني تعمل لاري ديسيزيف مره اخرى، ويظهر لي الناس الكل نعرفوا فاطمه فادي العمراني النيفو نتاعها الخبره تتكلم. ولهنا امل حمروني تعمل الفان وتدخل تسجل من الدائره من وسط ديفونس جماهير الرياضيه المسيحيه بصفاقس 4-1 في ديبي دو ماتش. نشوفوا كيف باش يتعامل حمدي فريخه مع تاخر في السكور ديبي الماتش. بالنسبه لي ما يلزمش ياخذ السكور، ما يلزمش ياخذ الفارق، ما يلزمش يهرب عليه. كونتر بارتي عبد المجيد قدور يحاول ياخذ الماكسيموم ويبروفيت من الباساج ابي نتاع الجماهير الفرنسيه بصفاقس في ديبي الماتش. توصل الكره لليل ليه ما توصلش مره اخرى، وترجع للجمعيه الرياضيه النسائيه للنادي الافريقي بلوتو. ولهنا الفير ليكيليبر صح الحقي يضيع الكونتر اتاك، كانت مره اخرى الباس والكونيكسيون ما بين اميمه بالبي وانس يعقوب ما وصلتش الكره. الانس كونتر اتاك رابيد للنادي الافريقي صح الحقي المره هذه الفير ليكيليبر، وتخسر الكره كما تخسرها امنه دربيل مره اخرى، وترجع بوسيسيون للنادي الافريقي. نشوفوا كوتي عبد المجيد قدور، فما روان الرويهمي قاعده تسخن باش تبدا لي شونجمون. نادي صفاقس والجماهير الرياضيه النسائيه لصفاقس بلوتو كيف كيف، فما هاله البقلوطي تقوم باش تسخن، فما معنا فما اون باتاي تكنيك زاد برا من التيران برا من الباركي ما بين حمدي فريقة وعبد المجيد قدور دو جون تكنيسيان تونيزيان يشجعوهم على المردود اللي عملوا فيه الزوز. لهنا كانت الخامس بوان، ولا تخرج اي زيري تعبت هلال بقلوتي. بالنسبه للاورجانيزاسيون ديفونسيف نتاع الجماهير الرياضيه بصفاقس كما قلنا النادي الافريقي تلعب في الجو رابيد ترانزيسيون رابيد، ما شفناش دي فاز ديفونسيف ابار الاخرانيه في الجماهير الرياضيه بصفاقس اللي كانت ديفونس 6-0 ميم ديفونس كو النادي الافريقي. لهنا تخرج الكره تخرج الكره توصل وفاء كيفي تضرب ممتازه، وفاء كيفي باهيه من وفاء كيفي تضرب دومي فولي كان نجمو نقولو، وتغالت فادي العمراني اول بوانت سجلها وفاء الكافي بعد زوز محاولات تعطي سكور 5-2 للنادي الافريقي. بوسيسيون عند سيرين بن هلال توصل سحر حقي فاطمه بوري سيرين بن هلال سحر حقي تلعب اريير اليوم، والحكم يقول فوت ضد الجمعيه ضد النادي الافريقي عز الدين رمضاني. يظهر لي زفر مارشي على سحر حقي، كما سحر حقي تلعب دومي سونتر اليوم نلقاوها تلعب اريير. هذوما معناتها لي سوليسيون اللي عند عبد المجيد قدور من بوليفالونس عند الملاعبيه نتاعو. وفاء كافي مارشي مارشي من وفاء كافي
لان فما شويه دي شي تكنيك من الشيرتين هادي اللاعب سيرين بن هلال من جون جوز، لكن المردود نتاعها على الباركي يكون اللي هي لعبة كبيره مستنيو فيها في الافونير نتاع نادي الافريقي ونتاع كره اليد النسائيه التونسيه. كانت رايضة اللعب في الاكسيون الاخرى بعد ما قلنا فما دي شي تكنيك من الشيرتين دو فو تكنيك مارشي من سحر حقي ووافي الكيفي ترجع هنا لكروازمون من الشيرتين توصل لما الحمروني باهي الباس ما دخلتش لي بن عبد الله بون ديفونس من صفاقس ترانزيسيون رابيد ما دخلتش فيها الكره الهلال البقلوطي وترجع بوسيسيون لنادي الافريقي مع الحمروني مع الحمروني كما قلنا ترانزيسيون رابيد تلعب على الدائره مع الروعه المجري تربح نص متر هيا بن عبد الله تلعب مع سيرين بن هلال توصل امل حمروني روعه المجري تخرج من الدائره كروازمون نستناو الديكلونشمون تاع الاتاك نادي الافريقي باش نشوفوا على شكون باش توفى على البيدو يعني يظهر لي دو مينوت اول دو مينوت في الماتش لشكون الوافي كيفي من روعه المجري يظهر لي لي دو تكنيسيان قاعدين يعملوا في الامام استراتيجي كرة دور مليح في الاتاك ويحاولوا يوصلوا للدائره كسوسوا بالنسبه للنادي الافريقي ممتازه فاطمه البوري فاطمه البوري تعمل لوب مره اخرى بومي مقدوره من الليل سيتي فاسيل اكسيون ديكول كما نقولوا الجماهير الثانيه في بشفاقس ناقصه لعبه دونك الكره دارت مليح ووصلت لليل قلنا لي دوزي لي دوز انترينور قاعدين يحاولوا يوصلوا الكره لل للبيفوت نتاعهم كسوسوا روعه الماجري من النادي الافريقي ولا انس البخلوطي الجماهير هذه الاسيائيه اللي ساقس اللي تلعب ناقصه توا نشوفوا كيفاش الكومبورتمون نتاعها باش يكون الكومبورتمون نتاع حمدي فريخه اللي يدخل اماني الهيشري اول مره في المقابله بعد تسعه دقائق لي شونجمون قاعدين يصيروا مشيرتين توصل انس البخلوطي اللي ترجع لامنه دربال امنه دربال مره اخرى تضرب ممتازه باهيه فوت دو مان من فادي العمراني ايلون بروفيت اي الزايري باش تسجل النقطه الثالثه 6-3 للنادي الافريقي قدام الجماهير النسائيه بسفاقس فاطمه البوري مره اخرى من الليل فاطمه البوري تنجح قدام مومي مقدوره مارتين لوب المره هذه تحل لونج وتضرب في الدوزيام بوتو تيفيلي كما يقولوا وتسجل النقطة السابعة بعد 10 دقائق 36 ثانية 7-3 للنادي الافريقي قدام الجماهير الرياضية النسائية بسفاقس. الجماهير الرياضية النسائية بسفاقس عندها دقيقتين مازالوا فيهم 18 سكوند ايمنا دربيل تنجح المرة هذه فادي العمراني كانت قراتها كونتر اتاك رابيد وما تنجحش ما خلاتش الانترسبسيون دو لابال ايه بن عبد الله في الكونتر نتاع فادي العمراني اللي كانت تصديت مره اخرى اربع تصديات من فادي العمراني ترجع كامله للجماهير الرياضيه النسائيه بصفاقس برجوع وفاء الكافي دومي سونتر صفاقس اليوم تلعب مع اميمه بلبي دور الكره ونستنسلو ديكلونشمون دو لاتاك اسكو فون كونتينيي في ميم استراتيجي باش يوصلوا الكره لانس يعقوب والا وفاء كيفي باش تضرب نشوفوا كيفاش ولان تخسر الكره كانت كما قلنا الانس يعقوب وباهي الانترسبسيون من امنا دربال تعمل الانترسبسيون على الكونتر اتاك اللي كانت حابه تعملها النادي الافريقي ما بين اي بن عبد الله وفاطمه البوري فايقه امنا دربال ترجع البوسيسيون للجمعيه الرياضيه النسائيه بسفيقس امنا دربال تخرج الانس يعقوب من الدائره توصل الوفاء كيفي تضرب على فوي فادي العمراني مرة أخرى فادي العمراني قاعدة تعمل في الديفيرونس توا قاعدة موقفة لفيل دوروان بالجماهير الرياضية النسائية بصفاقس وهذا ما خلى ليكار يمشي لبلوس كات للنادي الإفريقي بعد 12 دقيقة 15 ثانية سيرين بن هلال مال حمروني لي دوزاريان نتاع النادي الإفريقي توا مال حمروني
السحر حقي اللي تبدل معاه المدربيل كما قلنا لهنا البوليفالونس في اللعبة الاثنين الافريقي توصل الكرة للدائرة ما تنجحش كونتر اتاك وما تخلطش وميمة بالباي ترجع للنادي الافريقي كانت باس لونج من اميمه الدوره ما وصلتش بالباي الى هنا نشوف الفوت على شكون على ايا الزيري ترجع بوسيسيون للنادي الافريقي كما قلنا النادي الافريقي باقي يلعب في الميم استراتيجي كره دور مليح لكروازمون يسيرو من بعد ديكلونشمون دلاتاك اللي بتوفى على روعه الناجري في الدائره ولا روعه الماجري هنا تخرج باش تمشي تاخذ بلاصتها في الدائره وتقول سواء تحل سباس تاخذ الكره دور روعه الماجري باهيه الدور امنه دربال فما ديفيرونس دو تاي ما بين لي دوز ايكيب لي دوز جوز بلوتو ديفيرونس دو غاباري خلي روعه الماجري تربح الديوال نتاعها وتسجل النقطة الثامنة ومعها نجم نقولوا ان بونوس اللي هو الدو مينوت الامنة دربال ثاني دو مينوت للجماهير الفينيسيرية اللي تفاقس في 13 دقيقة ترجع اماني الهيشمي حمدي فريقها محضر تروحوا مليح يعرف روحه فاش قاعد يعمل في الدو مينوت تهبط اماني الهيشمي هذا يوري اللي محضر طرحه وفاء كيفي وعلى ترانسفيرسال من وفاء كيفي ما عندهاش ريسيت اليوم سوا فادي العمراني لهنا ممتازة أمل حمروني في ديال ايلمان تاخذ الكرة تاخذ الانيسياتيف وتسجل قلنا ما عندهاش ريسيت وفاء كيفي اليوم سجلت هدف واحد الكرة الأخرى نمسي ما نحاتهاش فادي العمراني ضربت على ترانسفيرسال ورجعت أمل حمروني عطات النقطة 9 للنادي الإفريقي 9-3 سكور قاعد يطلع لتكار قاعد يطلع للنادي الإفريقي نشوفوا حمدي فريقه كيفاش باش يتعامل مع السيتياسيون هذيا وتوتون ساشون اللي هو ناقص الملاعبية وفادي العمراني لهنا الكونفيرم 7 أري في 14 دقيقة مردود كبير من فادي العمراني جوز ديكسبيريونس شامبيون دافريك مع المنتخب التونسي يرجع على تاكل النادي الافريقي لتومبوريزي ويربح الوقت بيسكو سكور عنده وصل سنين بن هلال لما الحمروني تلعب مع سحر حقي تخرج روعة المجري بالدائرة يخو الكرة كيفاش توصل سحر حقي تدخل وأمي مكدورة تتصدى أول أريل أمي مكدورة ذاك السيبيت في الكونتر أتاك وما توصلش الكرة بالباي ترجع سحر حقي تربح 9 متر عز الدين رمضان يعطي 9 متر السحر حقي 15 دقيقة 37 ثانية 9 للكلوب أفريكان 3 أسوسياسيون سبورتيف فيمينين دو سفيقس فاطمة البوري تلعب مع سحر حقي ترجع كاملة الجمعية الرياضية النسائية بسفيقس بعد ما فاتت دقيقتين اللي كانت خذاتهم إما دربال لهنا تهبط خلود بسيطة في الديفونس هي بن عبد الله كمال حمروني داير انترسبسيون من أميمة بالبي لكن فوت حفوذياتي فوت للنادي الافريقي فوت مالبوري توصل سحار الحقي اللي قاعده تحب تاخذ الانيسياتيف فما اونتي جو نشوفوا كيفاش يتعامل النادي الافريقي مع الاونتي جو هذا امل حمروني تحاول تضرب وما تنجحش تتصدى أميمة الدوره دوزيام اري وترجع لبوسيسيون للجمعيه الرياضيه النسائيه بسفيقس جاوب فادي العمراني ميتي ماري من فادي العمراني جاوب البوسيسيون ترجع للجمعيه للنادي الافريقي بلوتو لهنا باش تهبط روان رويهمي بلاست سحر حقي تهبط روان رويهمي في البوست اريير غوش ترجع امنا دربال من الجمعيه الرياضيه النسائيه بسفيقس ماتش مازال كالم مازال ما فماش هكا
لونجاجمون لي دي زيكيب قاعدين يقراو في اللعبه لي زونترينور قاعدين يقراو في اللعبه باهي الانترسبسيون من نونس دربيل كونتر اتاك ودي اي كونتر ادي اي كونتر ما بين اي الزيري وانس يعقوب ضيعوا فورتينيتي مره اخرى فما جوست مونك دو كونسونتراسيون كوتي سفيقس les opportunités موجودين لكن à chaque fois فما manque de concentration il va y aller homme soit contre il va y aller homme soit attaque placé mais il fait que quand il se va le manque de concentration هذا وقاعد يسجل 9-3 plus 6 للنادي الافريقي سليم بن هلال توصل لروان الرميلي امال حمروني وصل سليم بن هلال فاطمه البوري وصل وممتازه فينيسيون من روعة المجري وفما دو مينوت الخلود بسيطة كما قلنا الكرة وفات على البيفور تاع النادي الافريقي روعة المجري مالي تلوبي وماي مقدورة وتسجل النقطة العاشرة افيك دو مينوت الخلود بسيطة شونجمون نيفو دي غارديان في الجمعية الرياضية النسائية بسفاقس تخرج أمامة جورة لهنا هي بن عبد الله تعمل الفوت على وفد كيفي تعمل الفوت على وفد كيفي ونص متر أماني الهشري وصل أنس يعقوب للدائرة ولهنا أول دو مينوت للنادي الإفريقي هي بن عبد الله ممتازة أنس يعقوب جون جوز لكن نيفو نتاعها كبير وفايل كيفي لهنا باش يصير شونجمون او نيفو دي غارديان تاع النادي الافريقي باش توصل ايا الخضراوي في البينالتي قدام وفايل كيفي اول بينالتي للجمعية الرياضية النسائية بسفاقس عشرة ثلاثة 18 دقيقة 53 ثانية وتنجح وفاي كيفي جوز ليكسبيريونس كابيتان ديكيب تسجل النقطة الرابعة 10 4 لي دو زيكيب ميرسيل لي دو زيكيب اون انفيريوريتي نوميريك بسيطة من الجمعية الرياضية النسائية بسفاقس ايه بن عبد الله من النادي الافريقي فاطمة البوري في الليل تلعب مع سليم بن هلال روعة المجري تخسر الكرة روان الرويمي كونتر اتاك انس يعقوب شوف واش تعمل باهي الباس ممتازة الباس هو فادي العمراني فادي العمراني ممتازة ليكسبيريونس كي بارل قدام اماني الهجري ان كونتر ان فادي العمراني تعمل الاكسبلوا وتخلي النادي الافريقي اكريسيس لهنا حمدي فريخه يشجع الهشري مالغري راتاج خاطر يعرف سيت ان اكسبلوا من فادي العمراني روعة المجري تخرج من الدايرة وصل سليم بن هلال باهي الباسا بوغل وتربح بها 9 متر روعة المجري حكم عز الدين رمضاني يعطي السينيال باش ترجع لهنا النادي الافريقي اول مره هنا انفيريوريتي نيميريك روان الرويهمي تطلع على الابوي وتضرب كوتي جوش وتسجل النقطة 11 مزيان ياسر كان البونتو من روان الرويهمي شوفوا هبة شاكيلي من النادي الافريقي قاعدة تسخن النادي الافريقي اون سوبيريوريتي نيميريك توا اون انفيريوريتي بلوتو وفادي العمراني ما تتصداش باهيه باهيه من ايا الزايري المره هذه تبعتها فادي العمراني لكن كانت الكره قويه قويه من ايا الزايري ضربت ونجحت باش تعطي النقطه الخامسه الجمعيه الرياضيه النسائيه بسفاقس زعما يسكروش السكور ما تخليش الفريق يطلع برشا ديجا بلوس 6 برشا توا دونك يلزمهم يبقاو في المقابلة اون كونتر بارتي النادي الافريقي يحاول يطلع الفارق وبيان يحاول يقارد لان كادونس في اللعب
باش ما يخسرش الانرجي سورتو بعد الروتور نتاع لي زيكيب الكل من الوقوف السبور في تونس وفي العالم الكل من كوفيد 19. دونك فوجيري لي زيكيب يحاولوا يجيريو لي زيفور. يعني امال حمروني كان ضيع ثلاثه الاخرى ترجع البوسيسيون للجمعيه الرياضيه النسائيه دي سبيكس. فيه كيف في الاورغانيزاسيون دو جو تومور الحمدي فريخة في سكور 11-5 11-5 للنادي الافريقي واول تومور في الماتش. نحاولوا دوب ما يبدا عندنا السكور تاع الماتشات الاخرين تاع لي دو لي زانكار دو فينال اللي قاعدين يلعبوا. كما قلنا الاولمبي القفصي يستقبل الجمعيه النسائيه بمدنين لما الرياضي برجيش ترشحت بعد انسحاب الجمعيه النسائيه بصياده. والمنزه الرياضي يستقبل الجمعيه النسائيه بالمهديه. هذوما المقابلات اللي قاعدين يدوروا توا في صنف الكبريات. نعطيكم زاد البروغرام نتاع الكابر كيف كيف اللي ماتش بداو 6 نتاع العشيه في الزواوي. ليسبيرونس تستقبل طبولبه. في الحمامات الحمامات تستقبل قصور السيف. في سوسه الكلاسيكو النجم الساحلي يستقبل النادي الافريقي. في ساقيه الزيت مش بعيد علينا لهنا برشا في صفاقس ساقيه الزيت تستقبل بعث رياضي بني خيار. غدوه باش تلقاو 6 نتاع العشيه لكاديت يلعبوا ميم تشالنج اللي هو كاس تونس اما في الكاديت. المنزه الرياضي يستقبل الجمعيه النسائيه بمدنين. برجاني نادي الافريقي يستقبل برتقال منزل بوزلفه. في مقرين مقرين تستقبل حمام لنف في دربي الضاحيه الجنوبيه. وفي المهديه الجمعيه النسائيه بالمهديه تستقبل الجمعيه النسائيه بمنزل تنين. المقابلات يبدا غدوه 6 نتاع العشيه. نرجع مع ماتشونا ونرجع مع المقابله اللي بوسيسيون فيها للجمعيه الرياضيه النسائيه بسباقس. وفاء الكافي حاول تلقى الحل تطلع وما تنجحش المره هذه. الكره على البوتو كانت باتيو فادي العمراني في الكره الاخرى ولهنا باهيه باهيه غاده جلاسي اول ارير غاده جلاسي في المقابله قدام فادي قدام فاطمه البوري بلوتو او الرتاج فاطمه البوري ممتازه ياسر. غدا الجلاسي كانت تير من اي الزايري الى باتيو فادي العمراني في التير نتاعها لكن كانت على البوتو مالوريزمون. تجاوب غدا الجلاسي وتراجع البوسيسيون للجمعيه الرياضيه النسائيه بسباقس. وفاء الكافي تطلع لابوي كونتري من روعه المجري وتوصل الكره الفادي العمراني. ترجع الكونتر للنادي الافريقي ما توصلش الكره لما الحمروني وروان الوهمي. ترجع البوسيسيون للجمعيه الرياضيه النسائيه بسباقس في 23 دقيقه 14 ثانيه 11-5 للنادي الافريقي 11-5 للنادي الافريقي. بوسيسيون للسباقس لي دو زيكيب سون تو كومبلي في الافكتيف. توصل الكرة لامنة دربيل دمي سنتر تدخل اي بوغريو ولهنا 7 متر 2 مينوت 7 متر 2 مينوت الروعة المجري من الحفوظي. ويساندو في شوف الديسيزيون نتاعو عزدين الرمضاني 2 مينوت روعة المجري 7 متر. وفي الكافي مرة أخرى لهنا تدخل اي الخضراوي شونجمون دو جارديان. شوفوا كيف باش يتعامل وفاء الكافي لا جوز ديكسبيريونس في الجمعيه الرياضيه النسائيه بسباقس لا كابيتان ديكيب قدام الخضراوي ممتازه ياسر. وفاء الكافي تلعب على المفاجاه وتسجل. ترجع فادي العمراني الكاجي النادي الافريقي وترجع البوسيسيون في الاتاك. ساحر حقي تلعب مع امل حمروني. هنا لي دو زيكيب ما فماش حتى شونجمون في الديفونس 6-0 يلعبوا زوز. ساحر حقي تعمل البينيتراسيون ما تنجحش قدام اي زيري وترجع بفوت قبل 5 دقائق
30 ثانيه من الفان تاع البريمير ميتون. 11 النادي الافريقي 6 الجمعيه الغينيسيه يستيقظ لي كلوب اون انفيريوريتي نيميريك وممتازه مره اخرى روان الرويني. روان الرويني مالانيا كانت على اليسار تبدل المره هذه لونجل قدام غاده جلاسي تبدل لونجل تضرب على اليمين غاده وتسجل باهي تير من الجناح هنا ترجع هميمه بالبي مازالوا 40 سكوند النادي الافريقي باش يلعبوا ناقص النادي الجماهير الرياضيه اللي سيدي سفيقس نورمالمون يدواف يستغلوا ولا هذا اللي صار يدواف بروفيتي من الانتيريوريتي نيميريك تاع النادي الافريقي هذاك اللي صار وفي بالاكسبيريونس نتاعها تسجل وتعطي نقطة سبعة للجمعية الرياضية النسائية اللي سبق 12 سبعة قبل أربع دقائق 30 ثانية على الفان تاع البريمير ميتون ربع نهائي كبريات كأس تونس 2019-2020 قاعة الشيحية الجمعية الرياضية النسائية اللي سبق تستقبل النادي الإفريقي المارشي من فاطمة البوري كما قلنا فما ديشي تكنيك من الشيف ديل ترجع على بوسيسيون لسبيقس نجم يرجع اذا كان يسجل موان كات اللي كانت موان سيس لهنا ترجع يا بوغريو في بلاصه بواسيدا زوز جمعيات كاملين مهمه لاتاك هذايا للجمعيه الفينيسيه لسبيقس باش تبقى كولي في سكور وفي الكيفي ترجع على ام نادربيل توصل للبوغريو ام نادربيل وفي الكيفي تحب توصل لونس يعقوب ما توصلش الكره وترجع لاي الزيري ام نادربيل ام نادربيل نشوف واش تعمل باهي كانت حابه تعمل دريبل حابه تعمل دريبل ام نادربيل تربح الفوت وفي كيفي حكم يهز اونتي جو ام نادربيل شوف واش تعمل وتربح الفوت ام نادربيل قدام اي بن عبد الله اونتي جو شوف كيف باش يتعامل وفي كيفي نقولوا مع الاكسيون هذه ام نادربيل باهي ممتازة من ام نادربيل واكسلون فادي العمراني مرة أخرى في لان كونتران فادي العمراني في لان كونتران تنحي كرة تريز امبورتونت في المقابلة للجمعية الرياضية النسائية لسبيرس اللي كانت تنجم ترجع موان كات فادي العمراني تقول لي قدام ام نادربيل اللي كانت في الان كونتران عديلة فادي العمراني قلنا اسم كبير في هوندبال تونسيان شامبيون دافريك مع المنتخب التونسي الاكسبيريونس كيفا امال حمروني حاول تدخل تربح الفوت قدام ام نادربيل سانتيراج من ام نادربيل غادي نشوفوا معنا في الامبيونس ما بين البنات امبيونس باهيه اصحاب امال حمروني كانت في سبيقس ديجا السيزون اللي فاتت لهنا زون ولا فوت الحكم يقول فوت قدام روعه الماجري ترجع البوسيسيون الجماهير الدنيسيه لسبيقس قبل دقيقتين 20 ثانيه دقيقتين 10 ثواني بلوتو لان دربيل لان دربيل تضرب فادي العمراني مره اخرى فادي العمراني مره اخرى لاتاك نتاع الجماهير الدنيسيه لسبيقس البريمير ميتون يلعب قدام فادي العمراني لي تير دو لوان كلهم كانوا كابتين من فيديا وحتى اللي تماركيو كانت تبعتهم فما كرواتي تبعتهم وتماركيو ان جرون برافو لفيديا العمراني الرتاج اللي صاير في الجماهير الدنيسيه اللي سبيقس سي با ديو لل معناتها الكاليتي تكنيك نتاع اللي قاعده تضرب مي ديو للكاليتي تكنيك نتاع الكارديان دو بوت تاع النادي الافريقي عمل الحمروني في الجناح توصلها الكرة من الوسط وتنجح تنجح تير في اللونجل المحلول عند غادة جلاسي تعطي البلوس 6 كما قلنا مرتين الجماهير الدنيسية بسبيقس كانت نجم ترجع موان 4 تلقى روحها موان 6 كما قلنا تي تريز امبورتون الكرة هذيك 29 دقيقة مازالت دقيقة على الفان تاع البريمير ميتون تهبط هيلا البقلوتي وتخسر الكرة وفي الكيفي ممكن كونسنتراسيون من وفي الكيفي وتجاوب يا من غادة جلاسي قدام روان الرويهمي ضيع أول كرة روان الرويهمي على ثلاثة ضيع واحدة
الرادا جلاس يتراجع على البوسيسيون في 30 سكوند جماعه ريفيني سي بيسبيرتس وفيل كيفي تلعب أنس يعقوب ممتازة أنس يعقوب ممتازة أنس يعقوب تعطي من 8 بوان جماعه ريفيني سي بيسبيرتس 13-8 نجم يقولوا انفري ديرير في الزون أنس يعقوب شوفوا لهنا تعمل انترسيبسيون لكن بوات قدام روعه المجري مازالوا زوج سكوندات ويزفر الحكم يوفا الوقت يوفا البريمير ميتون ب 9 متر للنادي الافريقي يلزم يتلعب ب 9 متر لهنا امل حمروني قدام لا ديفونس نتاع الجماهير الدينيسيه بيسفيقس الكل شوفوا كيف باش يتعامل امل مع الكره تحطها البرة مال كانت صعيبة عليها الأكسيون الأخرى إنسي يوفا البريمير ميتون 13 النادي للجماهير الفينيسية بيسبيقس 5 بوان ديكار كما قلنا فما من الكوتي نتاع الجماهير الفينيسية بيسبيقس فما بوكو دو راتاج الراتاج هذا دو للروندمون الكبير والبريزونس الكبيرة الفادية العمراني اليوم اللي قاعدة تعمل في مردود كبير في الكاج وفشيرة الأخرى فما روعة المجري كيف كيف على الزون قاعدة تعمل في روندمون كبير لجماهير الدينيسية بيسبيقس وفي كيف في ديلا المام روندمون تاعها معها أي زيري أوسي الملاعبين الكل قاعدين يعملوا في اللي عليهم وأكثر إن شاء الله نيفو يطلع إن شاء الله نشوفوا مردود خير مشيرتين في الدوزيام ميتون نشوفوا يطلع نيفو ونشوفوا بيان سور هوندبال مزيان في العشوية هذه كما قلنا من قاعة الشيحية نرجع لكم مع الديبي نتاع الدوزيام ميتون إن شاء الله.